مرحبا. ولك شو هالمشاريب اللي انت بتشربها؟ شو عم تشرب هلا؟ ايش يفني من فنات وما حلك تحفظي له في ديه؟ لا فني ولا شيء. This is كاكاو. دخيلك ودخيل الكاكاو تبعك كبار بقى. والله منيحه. ليك مين عم يحكي على الكبر؟ فخري افندي. ليش شبه فخري؟ كل هالمشاريب اللي بلا طعمه ما بيشربها. ومين قال انها بلا طعمه؟ اولا طعمتها طيبه، ثانيا بتعطي انرجي، طاقه يعني. هلا ايمونا من هالسيرة ما رح نقضيها صد ورد، يعني ما حلكن تحفظوا لها في ديه، ما بيمرق كلمة بدون ما يناقشكم فيها. ايه والله معك حق اختي. هلا فكرونا بجاية منى، شو بدنا نحضر؟ شو بدنا نساوي؟ مين منى؟ قرايبتنا جاية من انجلترا لعنا. صحيح سوريا خانم، وين بدنا ننيمها؟ والله هي غابت عن بالي. كيف هي؟ فكرت بكل شيء ونسيت اهم شغله. لك ايه دخيلك، من فضيله شيء غرفه من غرفنا، شو صار يعني؟ اذا بدكم نيموها بقطي وانا بنام عند فخري. لا ايو، شو نيمها بالابو انت الثاني؟ سوريا خانم قصدها، ما بدي اياك تتشنطط. طيب فخري تعال نام عندي واترك لغرفتك. لا حبيبي لا، انا ما بترك غرفتي، اصلا انا عندي دراسه كثير وانت بتلهي الدب عن كرمه. خلصونا بقى من هالسيره، محلوله القصه. اختي انت بتعطيها غرفتك وبتنامي عند وحده منا ما هي؟ ايه لا ما حذرتي اختي، وحده منكم بتعطيها غرفتها وبتنام عند الثانيه. طبي الارجيله وخديها على المطبخ. مثل ما سمعتي جاي غريبة هالمونة، يعني 20 سنة ما خطر لها تجي على البلد زيارة مثل العالم. ايه اختي، هي بعد ما توفت امها ما عادت اجت لهون الا شو بدها تجي. اخواتها مسافرين كل واحد ببلد، وكانت تجي كرمال هالام، وبعد ما توفت امها ما عاد في شي تعمله هون. صحيح مثل ما بيقولوا الام بتلم. الا كان الام غالية، ما بيقولوا انه الدنيا ام. آه بلاها ما بيسوى شي الواحد. آسف يا جماعة آسف. ادير بالك في ديل مرة تانية، هذا ببقي ومو وقتها هلا. آسف سوريا خانم، رح اجيب شقفة امسحها ولا يهمك. ايه لا خليك، أنا بمسحها، حضرتك بتجلغمها بزيادة. وليش لحتى ما أعرف شو كيمياء الشغلة؟ ايه أنت غرفتك إذا ما قلنا لك ضبها ورتبها 100 مرة وذكرناك ما بتضبها وما بترتبها، وإذا ما مسحنا لك الغبرة ما بتمسحها، وإذا لهالدرجة شايفتيني وسخ وقليل ترتيب صباح خانو؟ لا فيديل صباح مو هيك قصدها. قصدها ولا مو قصدها مو مشكلة، بس بوعدك يا صباح خانو أنه ما حتحتاجي تذكريني مرة تانية. هلأ فهمت أنك متضايق، وصلتني المعلومة، بس معلش أعرف شو السبب أحكي فيديل. على قد ما أنا متضايق يا مايا ومهزوز بدني ما عم يطلع معي الحكي. احكي فيديل، الحكي بيريح. بعدين اذا ما حكيت لي الي لمين بدك تحكي يعني؟ ببساطه يا مايا حاسس انه انا غير مرغوب فيني بهالبيت. حاجتك بقى فيديل، منين اجاك الاحساس؟
مثل ما عم اقول لك، مثل ما عم اقول لك، وصرت مو بس حاسس، متاكد كمان. طيب قل لي كيف تاكدت؟ حركه صغيره يا مايا، تفصيل صغير بكفي ليحسسك انه انت غير مرغوب فيكي. ايه حاجتك بقى في ليل؟ شكلك انت صاير حساس زياده، والله بيعتبروك واحد من هالعيله. هذا كان زمان يا مايا، اما هلا فشي ثاني، شو ما بيعمل ما بيعجبهم، بيضلوا ملاحظات على الطالعه والنازله. ما بتكون عامل لك شيء فصل ناقص او داج لك شيء دجه قد راسك ومو حاسس. وحياتك يا مايا ما في شيء من هالبنوب. طيب شلون لك؟ فهمني. طيب عم اشرب كاس الكاكاو وكافيهم خير وشري، ضلوا يعلقوا عليها ساعه، شيء مو منيحه وشيء ما بتنفع وشيء ولادي وعلى هالمنوال. عم بيكونوا عم يمزحوا معك انت الثاني فيديل. لسه بتقلي عم يمزحوا معي، لسه بتقلي عم يمزحوا معي. يا مايا انا حاسس حالي متقل عليهم. انت مستاجر عندهم واهلك عم يدفعوا لهم مصاري، يعني مانك قاعد ببلاش، بعدين انا عم شوفهم كيف بيعاملوك، والله احسن معامله، يعني اللي بشوفك معهم ما بيقول غير واحد من العيله، سعرك بسعر فخري. ليش المصاري ما تفهم علي؟ اه؟ ليش؟ ليش عم تبرئي لهم؟ اصلا نحن هي مشكلتنا بهالمجتمع، دائما بنلاقي مبررات لبعضنا ما بنعرف ناخذ موقف بحياتنا. لك يا فيدي ما بسمع صوتك غير بهالبيت عم يلعب عليك، لك عم تعطي محاضرات كمان يخلصنا بقى يا. سمعتي؟ سمعتي باذنك؟ بتقولي ليش عم تحسس ما؟ بده تغمي؟ هي سوريا خانوم، شو بشوفك عنا؟ لا اهلين ولا سهلين، ما حلك تحفظني فيديل افندي؟ مبلا خير. معناها اصلا عم تعمل هالفصول الناقصه. شو عم اعمل؟ ما عم اعمل شيء. ولك ما بتعرف انه انا نومه الظهر بشتريها بالمصاري؟ مبلا. لسه بيقول لي مبلا، ولك بحياتي ما نمت الظهر الا وكنت انت سبب فايقتي، لك فرد الكهرباء عم ينخر براسي من اول نومتي وانت نازل حفر. ايه بس ما بعرف انه الصوت بيودي لعندي. ايه لانه الشغله كثير بدها ذكاء، طبعا بيودي لعندي. طيب انا اسف. فيديل؟ ها؟ انت هون سوريا خانو؟ بتشربي متي؟ وانت الثاني ما تورجيني وشك بنوب. اوف 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 اوف. ليش بقى؟ ممكن اعرف شو اللي اندش بغرفتك باول نومتي قبل ما يبلش فرده للاستاذ فيديل ينخر براسي؟ طولي بالك شوي، طولي بالك، كل شيء في كتب على الطاوله وقعوا على الارض من دون قصدي، صار لي ساعه ململم فيهم. يعني ما بتعرف تدير بالك، ما بتعرف انه هاد وقت نومتي. اسف اسف. اساسا انت صاير مثل لفيديل، عم تتاثر بحركاته. هالحركات هي بدي تلغولي اياها، بكره ما بدي يسود وشي قدام المخلوقه اللي جاي من السفر، والا والله رح تشوفوا مني شيء ما رح يعجبكم. طالع لعندك. ليش بدك شيء؟ شو بدي يعني؟ ايه فكرت. ايه لا لا تفكر، كنت طالع اقعد عندك شوي نحكينا شي كلمتين على رواق. معلش فيديل غير مره، ما بدي ضيع ولا دقيقه من وقتي لو سمحت. هلا القعده معي صار ضيعه وقت فخري؟ اخي مو هيك، مشان الله فيديل ما تزعل مني، بس انا عم حاول انظم وقت دراستي شوي يا اخي، يعني بكره بس لتجي منى خذ على ضياعه وقت، شي غدية، شي عشيه، شي مشاوير، شي سيار، روح التهي لك بشي شغله ولو. ايه ليش لا؟ شو علي؟ لا تضيع وقت فخري، لا تضيع. مثل ما عم قلك يا مايا، يوم بعد يوم عم يتأكد هذا الشيء اللي قلت لك اياه. لا مايا صحيح مو اوهام، حتى فخري صار مثله. شو شبه؟ ما عاد رضي يقعد معي. قال شو انا عم ضيع له وقته؟ رزق الله لما كان يجي يقعد عندي بالساعات ويكركع متي ويترجاني لحتى احكي معه. مايا حاجة تقولي لي طول بالك، ما رح طول بالي، وانا عم فكر اذا ضل الوضع هيك رح اترك بيته وامشي. ساعة فيديل، ساعة على التليفون، يا أخي الواحد بيحكي دقيقة دقيقتين، مو ساعات. والله لا فتحت التليفون مع مايا من خمس دقايق. إيه معلش سكر يلا، جايتها مكالمة خارجية. اف. سمعتي؟ سمعتي بإذنك؟ طيب ماشي، باي. تفضلوا، فضينا لكم التليفون. نايم؟ لا فايق عمارة. ايه منيح، لأنه بدي أعزلك غرفتك. هلا؟ ايه هلا، لكان إمتى؟
شوف الأوضة غبرة وعفرة وقلة وعجب لك، هي أوضة ولا مزبلة؟ طيب خلاص خلاص صباح خانم، بكرة بنظفها. شو بكرة؟ لك بكرة جاية منى. ايه شو منى رح تفوت على أوضتي؟ يا 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 وبركي خطر لها تفوت على أوضتك؟ شو بدها تحكي علينا؟ بدها تقول الأوضة مكركبة ومغبرة، بعدين طول ما الأوضة وسخة حضرتك بدك تدعس هون وتطبق لي فوق بالصالون. طيب خلاص صباح خانم، اطلعي أنتي وأنا بنظفها ما عليك. لا شكرا كتر خيرك عن هو بينظفها مشان تشبل لي اياها الشبل. طيب شو فيني ساوي؟ عندي دراسي لفوق راسي. ايه كثير منيح، خذ كتاك واطلع ادرس فوق، انا ما بحب اشتغل وفي حدا قدامي. ايه ما قلت لي شو اسم المسرحية اللي عم تعمل لها مكات؟ مايا زكاتي حط اسمه هون تحت هاي. ايه هاي اسمها مسرحية الكراسي. ليش مانك حاطط ولا كرسي؟ ها ها سألتي أصعب سؤال بالعالم، لأني إذا بدي جاوبك عليه لازم أشرح لك تاريخ المسرح من أوله لهلأ وما رح تفهمي. بس من شان جاوبك، هذا يا مايا اسمه ديكور شرطي افتراضي يعني. ها والله ما فهمت عليك، بس بتعرف فيديل حلوة دراستك بتسلي. حبيتيها؟ ولك شو هاد؟ شو هذا فيديل؟ ماكيت المسرحية سرايا خانم، بدي أقدمها بكرة. ايه وما تشتغله بغرفتك، ليش ما حكيت لي كل هالبحث هون؟ اشتغلته بغرفتي وبقي كم شغلة بدها تساعدني فيهم مايا، مشان هيك طلعته. مايا الله يخليكي، بس لتخلصوا شغل ابقي ذكري لفيديل يضبضب لي كل هالكركبة اللي نكتها هون. خلص ولا يهمك تنصرية خانم، بس نخلص من ضبطك. حاكم هذا فيديل إذا ما ذكرناه بيترك كل شيء بمحله. شوف فيديل، بكره ما بدي تنبع لي هالفنون تبعك قدام الضيفه اللي جايه، بدي البيت على طول مرتب وعم يبرق برق، فهمت؟ شايفه يا مايا؟ شايفه؟ الله وكيلك حاسس حالي مثل السجين بهالبيت، رايح وجاي بتمقطع فيه، ليش هيك؟ ليش؟ يا علي يا عليهم فوق كل شي صاير معهم برد ومطر. شوفي لي حبة المطر عندهم قديش كبيرة ما شاء الله. هاي كلها خدعة سينمائية سريا خانم، هذا المطر ما هو حقيقي وإنما هلأ غلطنا وحكينا كلمة، ضروري تعملنا بعدها محاضرة لتفهمنا شلون بتصير الخدعة السينمائية. خلينا نشوف الفيلم. حلو هالفيلم ما؟ بس بيرعب، هديك الجمعة شفته. صحيح يا اختي؟ ما قلت لك منى إمتى بدها تصل؟ ايه خبرتني ان شاء الله توصل بكير. يا ريت، الطياره بتوصل الساعه 12 بالليل. يو 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 كثير الوقت متاخر، شلون نطلع نجيبها من المطار؟ شو بدنا نساوي؟ مندبر حالنا. خلينا نقول للدكتور بهجت بركي بياخذنا بسيارته. لا مناخذ سياره مع شوفير بيمشي الحال. وشو فيها يعني اذا قلنا للدكتور بهجت؟ انا ما بحب تقل على حدا. طيب شو رايك سوري يا خانم انا اطلع اجيبها من المطار بلا ما تعذبوا حالكم؟ لا ايوه شو هالحكي، مو حلوه مو حلوه بنوب. قال مثل ما بيقول المثل، ما اجت بعتت لي برطوشتها. شو صباح خانم، شايفك نتعدي جحش الكوي لهون؟ سمحت لك سوريا خانم ولا ما سمحت لك؟ ترى اذا ما سمحت لك تعمل لك مشكله الله مولاها. ايه بلا غلاظة وتقل دم، ناطرتني كومة كوي هلقد قدام، كرام شوفي ابنك. هذا لسه ما انكوى، ماما إذا عندك كوي هاتو بكرة بس تجي منى ما حدا فاضي يكوي لك. ماشي، عندي كم قطعة بدهم كوي طالع جيبها، خالتي صباح ديري بالك على القميص لا تحرقيه بحبه هاد. شو وينه فيديل؟ اليوم ما بين على الغدا، وين غاطيت؟ أبصر، يكون عنده بروفات بالمعهد مع رفقاته. أهلا سلامات. ذكرنا القطعة منط. مرحبا. أهلين. وينك لهلا؟ احزروا شو جايب معي. لا تغير السيرة، وينك لهلا؟ أنا ما قلت لك لما بدك تتأخر تعطينا خبر؟ برمت لك كل الشام على محل يكون عنده قشطة نية، وما لقيت لك غير بالإطفائية، وجبت لكم شو قطايف عصافيري رح تاكلوا أصابعكم وراها. فرحتني والله، شو بدنا نلحق لنلحق؟ إيه عنا شغل لفوق راسنا، وجايب لي قطايف. الله يسامحك يا صباح خانم، شو بدهم شغل؟ جايبهم جاهزين. قال شو بدهم شغل؟ قال ايه مساوات القطر ومساوات القطايف، قليل شو بدها شغل؟ ايه جايب معي قطر جايب. هلا قطر السوق قطر؟
طيب خلاص اذا هلا مو فاضيين بنحطهم البراد بس تضلوا بتساووه. بقولك يا زكي القشطه اذا باتت بتنتزع، احسن شيء بنبعتهم للدكتور بهجت بتساوي له اياهم مايا. هلا انا اشتهيتكم بهالقطايف وانتم بدكم تبعتوه للدكتور بهجت؟ طيب ماشي الحال، راح اخذه للدكتور بهجت، انبسطوا. يخ 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 يخ، شو عملنا له؟ ليش انطماز؟ فوق ماله غلطان زعل حاله كمان. وياتك اشتهيت لكم هالقطايف جبلنا اياهم في ديل هلا زبطتهم وجبتهم. اهلين مايا، شو هالقطايفات هدول؟ دخيل عينك شو مزوقه، رح ادوقهم. يا سلام شو طيبين، تعوا ذوقوهم، طيبين كثير ما بتفوتوا. أطراف أطراتهم رافزين. يسلموا إيديك فيدل كتير طيبين. تعال شوف الصورة، هي أنا ومنى وخالتك صباح. والله كنتي حلوة يا أمي. كنت؟ ليش هلأ شبني؟ ما شاء الله عليكي حلوة، لساتك حلوة، بس منى كمان باينتها حلوة. إي منى ما في أحلى منا، عليها جوز عيون بيطيروا العقل. صار لها زمان مسافرة؟ إيه لها زمان كتير، يعني صار لها بحدود 22 سنة ما إجت، ما هيك سوريا خانم؟ هيك شي. أوف والله كتير، شو يعني طلعت هجرة؟ لا، بعد ما خلصت دراسة هون بالجامعة أدب إنجليزي اجتها منحة على إنجلترا من الإنجليز نفسهم على قد ما أنا شاطرة، وطلعت درست وأخذت دكتورة وصارت تدرس هنيك. إيه خالتي، وقد ما أنا محظوظة تجوزت هنيك واحد غني 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 قد ما بقول لك وأكثر، الله يطعمنا. وعلى حسب ما بتكتب لي بالرسائل إنه بيتها بنفس شارع قصر الملكة إليزابيث. يعني هي والملكة جيران؟ عم تمزح؟ أصلاً كل ما عرفهم ملوك وأمرا ونجوم سينما كله الرفاق جوزة. شو ليه سكتوا؟ ما سكتنا، بس خلص الحديث. إذا عم تحكوا مواضيع خاصة بطلع ما في مشكلة. لا، خد راحتك. خلاص خلاص أنا نازل على غرفتي، كملوا حديثكم، آسف على المقاطعة. مرحبا. اهلين. شو جاي ضيفتكم اليوم؟ ايه ان شاء الله اليوم بالليل بتوصل. شو عم تطبخي؟ اوف ملوخيه. ايه ملوخيه. وليش ملوخيه؟ يو 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 منى بتحبها، بعدين اكيد اكيد بتكون هلا مشتهيتها بالغربه. ايه بس انا ما بحبها. شو اعمل لك؟ اتغدى حواضر ولا بدك يعني نعمل لك طبخه خصوصي لحضره جنابك؟ لا تنوب، ما بحبها للنقوبه، ضد عقلي. النقوبي اللي ما بتحبيها ولا انا؟ لانني احبكم كثيرا، احبكم اكثر من كل شيء. ابنكم المخلص اف.
شو حساس وشو ظريف وشو لطيف، لك تقبر قلبي، الله يفتح بوشك يا رب، لك طول عمري بعتبرك رفيقي مو بس ابن اختي. تقبر قلبي، ما رح اعطلك عن دراستك، دروس تقبرني، الله ينجحك الهي. يبعث لك الهنا يا فخري، بكيتني. يو خير امي، ليش عملت لك؟ ليش انت بتعمل شيء؟ لك انت لطيف وظريف وطيب وما في منك، لك انت حبيب قلبي انت. هات بوسي تقبرني، لك الله يخلي لي اياك يا رب. حبيبي ما بدي اعطلك، يلا كمل دراستك. شو القصه اليوم؟ شو سر هالحب الزايد؟ ايه؟ يا ملعون صاير عم يطلع معك، ولك تقبر عيوني شو حساس وشو لطيف وشو ظريف. عود حبيبي دروس دروس مشان تخلي راس بيت الاغباشي مرفوع. ليك شو اللطف الزايد، عن جد في شيء مو طبيعي بهالبيت. الخلايا القاتله. تخيلي يا مايا، ما خطر لهم انه انا كاتب الرسائل، كاتب لهم رسائل حلوه وكاتب لهم اخر شيء ابنكم المخلص اف. معقول معقول يفكروا فخري هو كاتب الرسائل؟ ايه فخري ما بيعرف يحكي كلمه حلوه على بعضها. مايا حاجه تقولي لي مثل ابنهم، ما تذكروني، ما خطر على بالهم انه انا كاتب رسائل. خلص طالع هلا لعند فخري يروح يسال خالاته، واذا طلع الموضوع صح تارك البيت وماشي قولا واحدا. باي. فخري بدي اياك موضوع. تفضل. اترك لي هالكتاب بايدك واسمعني منيح. شو في فيدل؟ فخري انت رفيقي وانا مثل اخوك، بدي اياك توصل لي رساله لخالاتك. رساله؟ ايه رساله. انا حاسس يا فخري اني ما عاد مرغوب فيني بهالبيت. شو هالحكي فيدل؟ اكيد عم تمزح. لا تقاطعني فخري، الله يخليك، انا هيك حاسس، يمكن احساسي يطلع غلط ويمكن يطلع صح، بس لانك رفيقي بدي اياك تساله لخالاتك، اذا طلع الموضوع صح يا فخري مشان انسحب واحفظ كلامتي. اخي هي انا من عندي عم اقول لك بلا غلاظه، ما في داعي نسالهم، لانه ما في شيء من هاد، اصلا يا فيدل انت عيب عليك تفكر بهي الطريقه. معلش. خدني على قد علي اخي واسالهم الله يخليك، انت ما عم يصير معك مثل ما عم يصير معي. إيه خلصنا يا رجل، هن شوي معشوقين بجيت قرايبتهم، شبنا في ديل كبر عقلها. من شان الله اسالهم، من شاني ومن شانهم. شو بين انت القصه عن جد؟ إيه طبعا عن جد، لك عن مزح؟ إيه طول لي بالك ما في داعي. اخي اسالهم ورد لي خبر. قوم لنسالهم هلا لحتى تشوف بعينك انه حكيت مو صحيح. إيه لا، بدي اياك انت تسالهم بينك وبينهم، ما بدي القصه تصير احراج. ماشي، مثل ما بدك، بس رح اثبت لك انه كلامك ما له اساس من الصحه. طيب، اسالهم ورد لي خبر. ماشي، المسا بيكون الجواب جاهز عندك. إيه مو معقول يا شو صاير عم ينطمس. معقول يكون في ديل معه حق؟ لا 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 لا، اكيد عم يبالغ. والله امي وخالاتي بيحبوه قد الدنيا، وبحياتهم ما قالوا انه متضايقين من قعدته عنا. بعدين سوريا خانهم لما بتتضايق من حدا ما بتخجل، بتقول له ياها بوشه. الحما، معقول يكونوا قايلين له شيء مو حاكين قدامي؟ ايه انا مستحيل ارضى يزعلوا لي فيدل. وما على الرسول الا البلاغ، هي انا قلت لكم، بقى لاقوا حل على السريع لانه ما عندي اي استعداد اخسر فيدل ابنه. ايوه. يو شو هالحكي اللي بلا طعمه؟ اي والله فيدل بغلاوتك، منين جايب هالحكي؟ يا علامتي عليك يا فيدل، قال متضايقين منه قال. سمعتي على هالسمعة؟ إيه والله يوم بيطول وما بيرجع على البيت بحس البيت ما له طعمة بدونه. ما بعرف، بجوز ما عم تنتبهوا كيف عم تتصرفوا معه. إيه والله نحن مثل ما نحن، بس كأنه هو مزودة بحساسيته. إيه لا لا مو مزودة، لاقوا حل، لأنه إذا فيدل بيترك البيت ما بضل قاعد لكم هون، ها بروح معه. عيرنا سكوتك أنت سبع الليل، ليش على كيفك ولا على كيفه؟ أولادنا أنتو، منين جايبين هالحكي الفاضي؟ إذا تصرفوا، فيدل ناطر جواب مني. أنا عندي فكرة، نعمل له شي شغلة حلوة لفيدل، هيك لفتة حلوة من اللي كان يحبون. إيه إيه. معقولة، منجيب قالب جاتو ومنعزم الدكتور بهجته مايا. إيه، ومنكتب عليه، شو بدنا نكتب عليه؟
يسلموا ايديك على القطايف. يسلموا ايديك على القطايف، بدها قلبين. شو بدنا نكتب؟ ايه نكتب له نحن اسفين. ايه والله بلاقيها كثير حلوه. فخري حط لك اسطوانه بالجرامافون لانه فيديل بيحب يسمع عليه اغاني. ماشي. شو بدي احط له؟ ما بعرف، نقي لك شي وحده. ماشي. يا حظي منه. يا سلام حظي شو حلو. وهي الجاتو جاهز، بقي نجيب الصحون والكاسات. ان شاء الله ما تطول ايدين، مشان ما نطول على هنا بالمطار. ما تردوا على التليفون، عم تستنوني انا. الو اهلين مايا، لك وينك انت؟ شبك ليش هيك صوتك؟ لا ايه طولي بالك طولي بالك، نحن هلا بنجي لعندي. لك خلص لا تبكي، طولي بالك، يلا مع السلامه. لك شو في مايا؟ قال الدكتور بهجه تعبان كثير وهي لحالها ما عرفانه شو بتتصرف. يا لعنتي. والله كان قلبي رح يوقف لبين ما طمنونا بالمستشفى. الحمد لله اللي انقضت على خير. هو التشنج احيانا اعراضه بتخوف. قد ايه صارت الساعة؟ ولي 10. ايه تأخرنا على المطار. ايه لحظة لناخذ نفس، شو بكون؟ انا فيدي؟ وين رايح كنا عم نستناه؟ أنا ماشي. وين ماشي؟ ما بدك تطلع معنا على المطار؟ لا لا، أنا ماشي. ولوين ماشي سيد فيدي؟ أنا ماني زعلان منكم،
ولا بدي اياكم تزعلوا مني، هيك حبي رح اترك البيت وامشي. يا 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 اسمعوا على هالسمعه. تعال هون انت، شو هالحكي اللي عم اسمعه؟ انت عم تحكي جد ولا عم تمزح؟ لا عم بحكي عن جد، ولا تفكروا القصه سهله علي، بس انا حاسس حالي متقل عليكم، ما في حل غير هالحل. لا يا فيديل، انت ابننا. تعا تعا عود وفهمنا شو. معلش استحملتوني كثير ومعكم حق تملوا، والجواب وصلني وكان واضح. شو واضح وشو نمل؟ لك حدا بيمل من ولاده انت الثاني؟ مالكم مجبورين تعاملوني مثل ابنكم، وانا بقدر افهم هذا الشيء. يعني صحيح قبلتوني بيناتكم، بس انا بضل غريب. انا بعرف انكم بتحبوني وانا بحبكم كمان، بس رح اوفر عليكم تشرحوا لي الاسباب لاني بعرفها منيح. هلا انتم عندكم ظرف عائلي وبحاجه لمساحه ولفضاء عائلي بحت، ومنطقيا منطقيا انا ما لازم ازعل منكم لانه تفاعل العائلي. ولك شبك انبحتت بحت؟ صحيح انك مفزلك. شوف هالحكي اللي عم تحكيه ما بدي اسمعه منك، واذا سمعته منك مره ثانيه لا تلوم الا حالك. وبعدين هي كلمه غريب اوعك تعيدها، مو بس قدامنا حتى قدام حالك. المشكله فيك مو فينا، بدنا نحسب حساب لكل كلمه بدنا نقولها قدامك، ساعتها بتصير غريب. بس لما بنحكي معك على راحتنا، وحتى لو كلامنا زعجك او ما عجبك، لانه منعدك واحد منا. هالفزلكات اللي بلا طعم بلاها. فهمت يا الافندي؟ فهمت. يلا قوم قوم رجع هالشناتي لتحت لانه تاخرنا على المطار. ولك اتحرك، شبك قاعد مثل اللبخة؟ شو؟ حسست؟ أعوذ بالله، حدا بيتحسس من أهله؟ أنا رايح ودي شناتي وراجع لكم.